الأهلي يفقد نقطتين ثمينتين في صراع على القمة بالتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف. كابتن شريف، امتداد للشوط الأول، أعتقد شفنا الشوط الثاني بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، نفس الشكل، أداء بطيء جدا، لعيبة مش قادرة تفكر، لعيبة حتى الروح اللي احنا كنا بنعتمد عليها في ظل الارهاق او اي حاجه كان بيعوض كل حاجه، حتى في ظل الاصابات، حتى في ظل انك انت راجع من سفر وكل، انما مش موجود، اللعيبه كلها اوت اوف بوزيشن، اوت اوف فورم، بيلعبوا على اساس ان احنا نخطف اي كوره على الشكل الارسال الطويل، وانت عندكش اصلا حد بيلعب بدماغه كويس، تحركات السويتشات اللي هي بتربك اي دفاع، والتاخر حتى في الكرات العرضيه اللي هي بتسمح لك بيها الفرص، يعني لما بيجي لك الفرصه اكتر واحده راحت لفتحي وراح شايطها في طلعها محمد بسام برجله، برضه دي كانت لازم تلعب بالعرض دي، يعني اسهل، وفي اثنين كمان موجودين الناحيه الثانيه. ده الطريقه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، ازاي بنساعد بعض، ازاي بنصنع الفوز، ازاي حتى لو عايز تلعب بالهدوء ده اللي احنا بنطلبه، بس مش بهذا الشكل يعني. وبعدين تحس برضو ان في لعيبه مرهقه قوي، يعني علي معلول النهارده سايب الكره حتى القفشه في الفاول اللي هو المفروض بيلعبها من الحته دي، قال له العبها انت، انا في ارهاق واضح على لعيبه، ارهاق كبير. بس النهارده حسام حسن انت لسه راجع، عشان كده انا بقول لك لما كنت بتسال حسام حسن يعمل ايه، قلت لك اهم حاجه اللي حواليه، حواليه النهارده كمان كانوا بعيد عن الفورم، بعيد ومش قادرين، وكل واحد ما عندكش غير ديانج النهارده هو اللي واقف وشايف الملعب وبيقطع كوره وبيعمل المهام المطلوبه منه وزياده، يعني بيعمل كل حاجه عنده في كوره، ده دي شغلتي النهارده، انا شغلتي ان انا ما يحصلش عليا هجمات، ان انا اقطع كورتي اباصي سليم. ده لما لعب واحده طويله سنه استغربنا اللي جت رايحه المعلول في اخر المباراه. ثابت سولية برضو في الاول ودخول فتحي قلنا نشطت الحكايه وبقى في كره اسرع، وانما التغييرات اللي نزلت، ثلاث تغييرات باتنين فراوده، ما حسيتش محمد شريف خالص، انا مش موجود. صلاح حاول تعامل مع الكره، تحس ان اللعيبه بعيده، بس صلاح كان بيحاول وكان ليه اكتر من محاوله على المرمى، بيحاول كل بس اللعيبه بعيده، الناس بتتفرج عليه وهو بيطلع، لو واحد قرب شويه، واحد 1 2 لازم يبقى اسرع من كده، لازم يبقى تحسسني وانا جايب الكوره ان في اكتر من واحد بيطلب الكوره، لا مفيش حد بيطلب الكوره، سايبين لك انت القرار. حتى لما بينجح قفشه في الدخول لعب خمس ست سبع دقائق كده، ظهر في الصوره تاني تايم في اخر المباراه، بيحاول يلعب الكوره لاي حد، يلعبها لمحمد شريف، شاطها في الشبكه من بره، كل واحد بيترجم الحكايه هي وظروفها. يعني بقيت انا قاعد بتفرج كده، يا رب ما تتخدت في واحده، الراجل راح ورقص الجون وحطها في العارضه، فالتعادل قال لك انا هنجيب جون دلوقتي، ما اللي ما بيجيش هنا بيجي هنا، انت ما لا انت بعيد، الاهلي النهارده بعيد خالص عن حتى ما خلقتش فرص انك انت تقدر تجيب منها اهداف، هو ما فيش تفكير، خدت بالك؟ بطيء، حتى الباص لما بيجي مباصي بيباصي الكره لزميله بطيئه تروح له، مش البوم اللي هي يستلمها ويسلم منها، تضرب خطوط، تضرب لعيبه، تطلع لعيبه بره اللعبه، تبقى اسرع انت، تعمل الكروس، الكروس ده اللي ممكن بنار صديق يخش، انما هي الحكايه واضحه جدا، التكوف اللي هو محمد بسام طويل جدا بيطلع يستلم الكوره ويمسكها، فما اقدرش النهارده اقول هارد لك، لا احنا اللي ضيعنا المكسب، احنا اللي ما دخلناش في المباراه من الاول خالص، احنا الكام فرصه اللي جولنا بتاعت بيرتساو اللي رقص فيها الجول برده دي كان خطأ من مدافع، كان خطأ من مدافع، وكرة بتاعت محمد هاني مش فاكر اي حاجه تانية غير ان في تاخر دايما، ديلي، في ديلي كل الكرات اللي موجوده فيها تاخر، اللعيبه البعض تحركات مفيش، كل لعيب عايز حتى اللي نزلوا، يعني حتى نزلوا مفيش، فاكر علي بتقول انا عايز الاجريسيف، عايز اللعيب يبقى شرس وهو بيهجم، اللعيب يبقى عنده قرار الشوط، اللعيب احنا ما شطناش ولا كوره، مفيش ولا كوره النهارده اتشاط، واحده اتشاط خبطت في باك وطلعت كورنر، ف النهارده ما عملتش اي حاجه الحقيقه انك تاخد الثلاث نقاط، ف دي حاجه بالجهاز الفني بقى والمحللين هيقعدوا معاهم يشوفوا
اللعيبه بتاخد اجازات اول ما بترجع من الماتشات والسفريات، اكيد في دروب حاصل بسبب الاشتراك هنا والاشتراك هنا. ولازم تقعد تشوف احسن العناصر لما تيجي نحط تيم كله يبقى سليم، اللي ينزل الملعب يتسال الاول اخبارك ايه النهارده، تقدر تلعب انت سليم؟ لازم الحكايه دي يكون فيها النهارده استشفاء جامد جدا للفرقه كلها.